وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية، بدأت دول العالم يعني تخطط لتجنب هذه الأزمة كل على طريقته. كيف ترى هذه الجهود حتى الآن؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا التداعيات للاسف خرجت بره نطاق الحدود، الحرب ما بين الدولتين روسيا واوكرانيا، وهذا طبعا منذ بدايه العام بالارتفاع الكبير في مستويات الاسعار، بالاخص مستويات اسعار الطاقه والسلع والمحاصيل الزراعيه، ودول من اهم يعني الامور اللي بيغذى بها الدول في العالم اجمع. النهارده ارتفاعات التضخم في العالم مؤثره تاثير كبير جدا على كل الدول، حتى زي ما حضراتكم تفضلتم بالتقرير ان في كثير من المناشدات لبعض من الدول الاوروبيه او حتى روسيا او اوكرانيا لكيفيه تيسير الامور لخروج السلع والمحاصيل الزراعيه من الموانئ. ولكن هذا الامر طبعا ليس بيسير، انه سوف يواجهوا طبعا بازمه ماليه طاحنه. ليه؟ لان النهارده انظمه السويفت او انظمه التحويلات الماليه سواء لروسيا او اوكرانيا ليس بالامر الهين. حتى إذا تم الاتفاق مع روسيا أو أوكرانيا أكبر دولتين مصدرين للمحاصيل، سوف يواجهوا كيفية تسديد هذه الأموال. والنهاردة الجانب الروسي متمثل بسداد الأموال بعملة الروبل، والعملة طبعا مش متوفرة لكل الدول في العالم، فهيضطروا النهاردة يلجأوا لما بيسمى بالوسيط المالي أو دولة أخرى سواء الصين أو دول تكون ممهدة لاستغلال حركة التيسيرات المالية علشان يقدروا يدفعوا الفلوس ما بينها وبين بعضها. للأسف النهاردة بنشوف إن التمويل للحرب بيبعث برسائل إن الحرب دي ممتدة لشهور أكثر من ذلك. الناجح والمتفوق في هذه الحروب من يؤدي دوره بالاكتفاء الذاتي لتأمين السلع أو المواد الغذائية والحبوب لكل دولة. يعني لا حل بديل يعني سوى الاكتفاء الذاتي، يعني هناك خطط تدرسها مختلف دول العالم للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تعطل سلاسل الإمداد. بكل التأكيد، وده الشق من في غاية الأهمية، إن سلاسل الإمداد ده إضافة أخرى. يعني إذا كان عرفنا نخرج من الأزمة في السداد المالي أو عرفنا نحل المشاكل المالية، وزي ما وعدت روسيا وخروج جزء من السلع والمحاصيل من أوكرانيا، سوف يواجهوا بعملية الإمداد. إزاي حركة النقل النهاردة تكون ميسرة نظرا لارتفاع تكاليفها؟ ده بيؤدي برضه لارتفاع مستويات الأسعار، وده بيؤدي تكلفة وأعباء مالية على كل دولة. ده كمان بيترتب عليه زيادة في عجز الموازنات في الدول. النهاردة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيتكلم إن في إحجام في الأسواق المالية العالمية، يعني المستثمرين مش عايزين يوصلوا للتمويل، يعني يدفعوا تمويلات أو يشتروا سندات. دي أزمات بتترتب على الحرب الأوكرانية الروسية في اعتقادي ما كانش ليس مرتب ليها، أو إن كان مرتب ليها من بداية الحرب عجزت القيادات في العالم سواء بقى المؤسسات المالية أو حتى الدول الكبرى أمريكا، الصين، الدول الاتحاد الأوروبي، إن يكون عندهم نظرة مستقبلية في تحجيم هذا التضخم العالمي اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة يا فندم. بكل الاقتصاديين أو التقارير الاقتصادية بتتكلم إن التضخم هيكون مستمر من جراء هذه الحرب للعام القادم 23 و24 كمان. نعم. فلنا أن نتخيل أن ارتفاع الأسعار دي هتكون أكثر من ذلك. جانب إلى هذا الأمر، ارتفاع مستوى معدل الفايدة في كثير من الدول بما فيهم كمان الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم كله بينساق وراء هذا الأمر. طيب، نحن نتحدث دكتور مصطفى عن أزمتين تحديدا، أزمة غذاء وأزمة الطاقة. فيما يتعلق بأزمة الغذاء، هل يمكن وجود مصادر بديلة؟ يعني دولة مثل بولندا ظهرت على الساحة الآن يعني كدولة مصدرة أيضا للقمح، هل في رأيك يمكن أن تكون بديلة لأوكرانيا وبالتالي يكون هناك حلول على الأقل لأزمة الغذاء؟ خليني اقول لحضرتك بمنتهى البساطه، هل تتخيل حضرتك ان نلجا لتاجر تجزئه ونترك تاجر الجمله؟ يعني روسيا واوكرانيا من اكبر المصدرين للسلع والمحاصيل الزراعيه، تخيلي بولندا هتكون اقل منهم في حركه الزراعه والتصدير. ففي دول في العالم بتقول لك الجئ لبولندا، ما هي بولندا دي عقبال ما توفي بالطلبات للمحاصيل الزراعيه او للقمح او للذره للعديد من الدول ذات احتياج هتاخد فتره اطول،
إذا لا بديل عن الاكتفاء الذاتي. أشكرك جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.